يعني هي مسبقانا النهارده. احنا هنتكلم بسرعه يا جماعه، 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق على الباس اوكسيمتري وعلى الكابنوجرافي وعلى الارتيريال بلاد جاز. بس الارتيريال بلاد جاز انا في الحقيقه هحطها لكم كده في سلايد هنكتبه مع بعض عشان تبقى تحط ايدك فالانتربريتيشن بتاعها يبقى سهل بالنسبه لك. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الكلام الانش مش هتكلم فيه كتير، المونيتورنج كويس ولو كان نون انفيزيف هيبقى احلى واحلى، والمفروض دوت بيراقب للعيان وان الديتريشن في الكلينيكال ستيتس بتاعته هتبقى ريفليكتد بدري بدري. اوكي طبعا كلنا اوير بالصوره ديت، الاي سي جي والبالس اوكسيمتري والكارنوجرافي والبالمونري انفيزيف مونيتورنج للبالمونري سيركيوليشن برده مش هي ديت قصتها. المونيتورنج بتاعي هدفه في النهايه ان انا ما اشوفش العيان بتاعي ستريس ولا اجيتيتد بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه دوت. وزي ما بنتفق وبنقول المونيتورنج ليس فقط عباره عن ارقام، ان انت تمسك لي ورقه بلاد جالس ولا ان انت تبص على كابنوجرافي وتسيب العيان هو از واتشنج ذا بيشنت، ده مهم قوي هذا الكلام. يبقى العيان بنفس درجه الاهميه. كم طريقه هراقب بيها الفنتيلاتوري ستيتس بتاعه العيان بالكابنوجرافي والاكسجينيشن ستيتس بالاكسجين ساتوريشن والارتيريال بلاد جازز هترفلكت كل حاجه بقى، يعني هي المايستو. بس طبعا عشان هي انفيزيف وفيها شكل ابره فاحنا مش بنحب قوي نروح لها الا لما يكون في عندنا الحته بتاعت الفنتيليشن هي ايه الاساس في الاسسمنت، الاسيد بيس بالانس، الاكسجين تنشن، الساتوريشن والبايكربونيت ليفل والكلام، ميتابوليك كومبنسيشن، مفيش كومبنسيشن، فهي بتكشف كل ما يعني يتم كشف عورته من البلاد جاء من الكابنوجرافي او الاوبشن ساتوريشن. طيب لكن عشان امونيتور عيان لازم ادفرنشيت، انت عايز تمونيتور الفنتيليشن ولا عايز تمونيتور الاكسجينيشن؟ هو في فرق؟ اه في فرق. كلمه اكسجينيشن معناها ان في ار بي سيز وشايله اكسجين وده مسؤول عن السيلولار ميتابوليزم اللي هيخش الاكسجين فيه ويخلي العضلات تشتغل وتكسر وتبذل مجهود فيطلع لك كربون دايوكسيد. الاكسجين انا بقيسه بالاوكسيمتري والكربون دايوكسيد انا هقيسه بالكابنوجرافي. وهنا ده مثال بسيط كده، ادي الماشين بتدخل للعيان اكسجين والاكسجين دوت بيروح اللنج بتستخدمه يروح للقلب يضخه ويروح للمخ يشتغل بيه ميتابوليك اكتيفيتي وبعد كده يروح للقلب يضخه يديه للنج يبقى فنتيليشن يطلع لك في صوره كابنوجرافي، لا سحر ولا شعوذه. حلو؟ يبقى هنا ده الكابنوجرافي في النهايه. يبقى انت بتمونيتور ايه؟ انا بمونيتور اكسجينيشن وبمونيتور بيرفيوجن وبمونيتور ميتابوليزم. خلاص؟ ثلاث حاجات بتكلم عليهم. طيب هي حرب بقى ما بيننا وما بين البالس اوكسيمتري ولا الكابنوجرافي، مين اللي هيديتكت بدري واروح لمين اكتر واهم واحسن؟ هو يا جماعه لو احنا بنتكلم بحق ربنا الكابنوجرافي از مور سوبيريور اند ايرلي ديتكتور اوف بيشنت فنتيليشن ستيتس احسن من البالس اوكسيمتري. لكن هو طبعا عشان غالي البروب بتاعه او السنسور بتاعه تقريبا في حدود 35 او 40 الف جنيه والديورابيلتي بتاعته ما تبقاش قد كده، فاحنا يعني ايه هو ده اللي مخلينا لاكينج الايه الاويرنس بتاعه. لكن عايزين نبقى عارفين ان البالس اوكسيمتري مسؤول عن الاكسجينيشن والكربونوجرافي عن الكربون دايوكسيد. طيب اوكي في عقد مقارنه سريعه كده، البالس اوكسيمتري از اليت انديكيتور اوف اوكسجين سبلاي and is this sensitive than capnography it does not afford a complete picture of ventilatory status. ده ما جابش سيره الكربون دايوكسيد خالص. ايفن حتى انت ممكن العيان يديتيريوريت منك والبالس اوكسيمتري بتاعك قاري حلو وهو لسه ما قامش ولا حس بالمشكله اللي موجوده. يقول لك هيلثي بيشنت كان مينتين اوكسجين ساتوريشن مور ذان 90 فور مينتس ايفن وذ ان ادكويت فنتيليشن. يعني مش دقيق قوي. حتى احنا دايما كده في المرور لما نحب نكون شغال بعض نقول له طب ولما تطفي الاكسجين تحب تبص على الساتوريشن بعد قد ايه ويضرب منك على طول ولا لا ولا تستنى ربع ساعه ماشي اوكي. هل يعني احنا يهمنا قوي ان احنا نعرف الباس اوكسيمتري ده بيشتغل ازاي والكابنوجرافي يشتغل ازاي؟ يقول لك هاو داز ات ورك هاو داز ات ريلي ماتر. اه يهمني طبعا لان احيانا انا اقول لك ده طلع القياس ان اكيوريت فتبقى عارف ان اكيوريت ليه. بس انا مش هتكلم على فيزيكس يعني واينشتاين وسرعه الضوء وسرعه الصوت والامتصاص واللي مش امتصاص والانفراريد والريد، لا انا اقول لك بس في حاجه اسمها بيرز لو. ايه بيرز لو ده؟ بيقول ايه؟ بيقول ان الابزوربشن اوف لايت امتصاص الضوء
is proportional to the concentration of sample. امتصاص الضوء بيعتمد على تركيز المادة حلو. وكمان الـ absorption is proportional to the thickness of the sample والتخانة بتاعتها. يعني ايه؟ انت بتحط صباعك جوه البروب. البروب دوت هيديتكت ارتري وفين. يبقى دي السامبل اللي معدية. السامبل دي ليها تخانة؟ ليها ثيكنس؟ اه. وليها سرعة هيعدي من خلالها الضوء ويأبزورب؟ اه. ماشي خلاص شكرا، مش عايز حاجة تانية أكتر من كده. البلس أوكسيمتري استيميت ذا أماونت أهو أوف أوكسجين كاريت إن ذا بلاد يوزنج الإنفراريد تكنولوجي أكروس ذا سكين. طب كويس. أنا هحاول أكل. حد فيكم يعرف ليه اسمه بلس أوكسيمتري؟ قال لك اصل في بلسيشن، في بلساتايل ارتيريال بلاد وفي نون بلساتايل ارتيريال بلاد. هو بينلفاي النون بلساتايل والفينس والتيشو وبيقيس بس جاست بتوع البلس، فعشان كده بنسميه بلس اوكسيمتري. برضه مش مهم يعني، حاجه كده يعني لو عرفتها ماشي، لو ما عرفتهاش ما فيش مشكله. خلاص؟ البلس اوكسيمتري زي ما حضراتكم شايفين ليه اشكال كتيره ومتعدده وبيتوصل بكذا طريقه، وفي الاطفال مهم وممكن يتوصل على الودن بتاعه الطفل وممكن يتوصل على صابع الرجل وكل حاجه. واليوز بتاعه قال لك ده ريال تايم انديكيتور اوف هايبوكسيميا، يعني على طول اللي ريفلكتد سيمي اند بوينت اوف تايتريشن اوف اني ثيرابيوتيك انترفينشن. بتعمل منظار موصله على بلس اوكسيمتري، بتفنت العيان بتشوف البلس اوكسيمتري عن بي ارست، ممكن توصله على بلس اوكسيمتري. So he is a good friend in bad conditions. خد اللي وراها بقى. And he is a bad friend in good conditions. حلوة دي؟ حلوة. مش هيهمنا. لأن هو حلو، هو مش كويس، ما ده مدينيش فكرة عن الفنتيليشن وبتاع، لكن هو العيان كده رايح ومروح بيساعدني وحبيبه واقف. Depressed respiratory center derived the narcotic overdose. ممكن اشوف بيه، ممكن لو انا اسماتيك، لو عندي شوك، عندي انيميا، لو عندي كل العيانين اللي انا عايز امونيتور فيهم الفايتال ساينز. احنا دلوقتي بقينا في المرور يقول لك الساتوريشن بتاع العيان كام. اتفضل. لازم في الاندكس؟ لا مش شرط. هو الشرط بقى، حلو السؤال ده، مش الاندكس ولا الليتل ولا البيك، الشرط انه ما يتعرضش للنور. عشان كده البلس اوكسيمتري ده بيبقى متغطي من فوق ومن تحت، ان هو بيديتكت لايت، فلازم يبقى الدنيا ضلمه. الانفراريد يبقى حواليها ضلمه، عشان كده تحس ان هو مايل من هنا ومايل من هنا ومايل من تحت ومايل من تحت. خلاص كده؟ لكن في اي صابع المهم يديتكت بلس. طيب انا عايز اجري بسرعه عشان الموضوع كبير ومش عايزين يعني نكزوست نفسنا في حاجات يعني انا حاسس ان هي هتبقى بسيطه ان شاء الله. التو فيزيك برنسبل بتاعي هو بيقيس كم ويف لينس يا جماعه؟ ده بيقيس الريد والانفراريد. حلو كويس. وانا في عندي كام نوع؟ هو بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على درجه تشبع الهيموجلوبين بالاكسجين. يبقى انا في عندي ميت هيموجلوبين واكسي هيموجلوبين وريديوسد هيموجلوبين، وكل واحد ليه ديفرنت ويف لينث وكاربوكسي هيموجلوبين. بس انا عايزك تبقى عارف ان في حاجتين مش كومن قوي. الناس اللي بتتعرض لحرايق بيبقى عندهم اللي هو كربون مونوكسايد بويزنينج، يبقى الاماونت بتاعت الاكسي هيموجلوبين بتقل والكاربوكسي هيموجلوبين السام بيبقى عالي قوي. لسوء الحظ ان الكاربوكسي هيموجلوبين البايندنج ابيليتي بتاعته للاكسجين من 200 ل 250 مره قد الاكسجين العادي، فيخلي العيان احمر وردي وهو متدهول وعنده تشو هايبوكسيا زي الطين. عشان كده ده مش حلو. خلاص؟ على نقيضه مين؟ الميت هيموجلوبين اللي هو بيكون ماسك فيه الهيموجلوبين بالفرك او الفرس ايرن وبيديك قرايه العكس زايده او ناقصه، برضه ده مش كومن فمش هنتكلم عليه ان ديتيلز. الـ SaO2 والـ SbO2. الـ SaO2 دي بتاعت البلاد جازز، إيكويفلنت لمين؟ للـ SbO2 اللي أنا بقيسها بالبلس أوكسيميتري، سهلة؟ ومين اللي بيحدد الاتنين دول؟ الـ BaO2، وأديك كلمتين كده حلوين بسرعة هنقولهم. ريمبر إن الأكسجين أرتيريال ساتوريشن لما يجي 90 في البلاد جازز ده بيرفلكت إن التنشن بتاعي أراوند 60. طب ولو طلع 99؟ الساتوريشن ده على حسب الاكسجين ديستريشن كيرف. يس. انا ما اعرفش بقى ساعتها هتبقى ديفرنس كبير. لو طلع 99 ده معناه ان البي او 2 ممكن يكون واصل ل 150. خلاص؟ رفلي كده، رفلي رفلي عشان ما حدش يبقى زعلان. والساتوريشن بتاعي لو اقل من 76 او 75 تبتدي تقلق على العيان، لان ده يبقى لايف ايه؟ لايف ثريتنج. كويس.
خد بالك بقى كل الحاجات ديت بيقول لك فيها ان البالس اوكسيمتري مش هيبقى دقيق، فلو سمحت ما تعتمدش عليه كتير قوي. العيان اللي احنا بنعمله ريسستيشن وعمال بتدي له ادرينالين وعنده بريفرال فازو كونستريكشن، لما تيجي تقيسه البالس ساتوريشن هتلاقيه وحش. ليه؟ اللي في عنده سيفير فازو كونستريكشن، والعيان الشوكت والعيان الهايبوكليميك والهايبوتنسيف والكارديال فيلير والكارديال اريزميا، والعيان لو كان عنده الميت هيموجلوبين زي ما اتفقنا. ادي واحد. الثاني لو كان عنده الهيموجلوبين بتاعه ماسك في الحديد، والصورتين متلونين عندكم ابيض واسود مش باين قوي، لكن الاوكس هيموجلوبين والميت هيموجلوبين هيبقى في فرق ما بينهم، وزي ما انتم عارفين بقى الديفرنت ويف لينسز هيديك القرايات هتبقى مختلفه. احنا قلنا خلاص مش هتكلم على الكلام دوت، لكن ده بتاع الحرايق هيديك فولس امبريشن ان العين بتاعك كويس واحمر وجميل، لكن الحقيقه غير كده. وبالتالي يبقى الكربوكسي هيموجلوبين ممكن يدي قرايه وحشه، يدي قرايه حلوه جدا لكن العين وحش. والعيانين بقى الستات اللي بتبقى حاطه مانيكير ومش عارف ايه لازم تشيله لها عشان يقرا كويس، لكن البيليروبين ما بيأثرش على القرايه. الدارك نيل بولش قلنا بيأثر، والدارك كلر يعني ممكن يعمل لك شويه ايه اختلاف. ماشي. طيب الحته بقى اللي الدكتور شاهين لفت نظرنا ليها اللي هي الاوكسي هيموجلوبين ديستوريشن كيرف. الصوره ديت يا جماعه السلايد دوت الخط الاحمر ده ما اعرفش ايه اللي جابه هنا، هو المفروض ان هو عند 60 بيدي ساتوريشن فوق ال 90 خلاص، يعني البي اي او 2 بيديتيرمن الاكسجين ساتوريشن، وده اللي انا عايزه. طب بتستفاد منه ايه دوت؟ بستفاد منه ان انت لو سمحت لو وصلت لل 60 ما تروحش لل 70 وال 80 وال 90 وال 100، لان كلهم بيلعبوا من 90 ل 100، فانت عمال تعلي على العين اف اي او 2 وفي نفس الوقت العين ما بيستفادش حاجه زياده، ما فيش ماركت مارفلس ريسبونس في الاكسجين ساتوريشن. فلو سمحت لما يكون الساتوريشن 90 يو ار نوت ان نيد ان انت تخلي الاكسجين تنشن فوق ال 60 بمراحل، لان كل زياده 10 20 30 هيعقبها 2 3 تغيير في الساتوريشن ولا حاجه. بلاش لازم. بعد كده في عندي حاجه اسمها شيفت تو ليفت وشيفت تو رايت. انا عايزك بس تعرف ان شيفت تو ليفت دي حاجه وحشه. شيفت تو ليفت معناها ايه؟ ان الاماونت اوف اوكسجين ديليفرد تو ذا تيشو زي الزفت. ليه؟ لانه بيريديوس الاماونت اوف اوكسجين ديليفرد تو ذا تيشو. يعني ماسك فيهم كربش ومش عايز يسيب، يبقى شيفت تو ليفت حاجه وحشه والشيفت تو رايت حاجه حلوه. مين اللي بيعمل شيفت تو رايت؟ الحاجات دي الاثنين ثلاثه دي بي جي والابنورمال هيموجلوبين والهايكاتون دايوكسايد والاتيك اسيدوز. حلو، عشان كده بقى بخلص لك بالقاعده دي ان اوكسجين ساتوريشن بالس اوكسيمتري از ا جود فريند وين ات از باد، الدنيا وحشه يعني، اند ات از باد فريند وين ات از جود. يبقى دي كده البالس اوكسيمتري. الكابنوجرافي ده ريفليكشن اوف فنتيليشن، بيمر في كام مرحله؟ باربع مراحل هنقولهم على مهلنا، لكن عايزين نقول ان الكابنوجرافي ان مونيتورنج ذا لان از از افكتيف از اي سي جي ان مونيتورنج ذا هارت. طيب هو بيمر بكام فيز؟ الفيز اللي هي بتاعت من A ل B ومن B ل C ومن C ل D ومن D ل E. وعايزك تفتكر لي كده ليه دي طالعه لفوق سنا؟ تحدي، حد يقدر يقول؟ بس الاول لما نقول هو عباره عن ايه؟ هو بيرفلكت ميتابوليزم وبرفيوجن وفنتيليشن. ازاي؟ هتقول لي والله فنتيليشن لان انت بتاخد كربون دايوكسيد، حلو، بيبقى اكسهيل يبقى في فنتيليشن. وبرفيوجن هو بياخده منين؟ مش بياخده من اللنج والهارت، حلو، وهو جاي منين؟ جاي من التكسير بتاع الانسجه، حلو، يبقى انا هو بيديتكت فنتيليشن وبرفيوجن وميتابوليزم. يبقى الكابنوجرافي ات از نوت ا ميجر فور فنتيليشن جاست، لا ده ميجر لثلاث حاجات. طيب عندنا ثلاث مسميات للكابنوجرافي، حاجه اسمها كابنومتري وكابنوجرام وكابنوجرافي. من اسمهم كابنومتري يعني هيقيس لي رقم ومالوش دعوه بجرافيكال ديسبلاي، في سنسور هيقيس رقم يدي قرايه. طيب والكابنوجرام ده ويف فورم تريسنج، بيقيس لي حاجه اسمها ان تايدر سي او 2 اللي هو نهايه الزفير الكربون دايوكسيد وصل لكام؟ ان تايدر سي او 2. طب الكابنوجرافي ده الفنتيليشن ريت، ده بيقيس الريسبيراتوري ريت وبيقيس كميه الكربون دايوكسيد اللي خرجت وبيديني رقم. يبقى الكابنوجرافي ده المعلم اللي لم كل حاجه مع بعض. طب هو يعني الريسبيراتوري ريت ده قضيه؟ قضيه، لان في الاطفال بيبقى سريع جدا ما تعرفش تعده، لكن في الكبار ممكن تعده بايدك وممكن تعده بالبلس او بالالكترودز اللي بتبقى محطوطه على صدر العيان. يبقى انا كده عرفت حضرتك الفرق بين الثلاث كلمات دول، بالتريس ولا بالتريس والرقم والريت ولا بالرقم وبس. ماشي. في حاجه اسمها ده اسمه ايه؟ الكابنوجرافي. طب في حاجه اسمها كالا
كالوروميتريك كابنوجراف. اللي هو ايه ده؟ يقول لك البتاعه دي السنسور ده فيه لونين، لون بيربل ولون يلو. لو العيان عنده كربون دايوكسيد هيقلب البيربل ليلو. طب وده حلو؟ حلو. عيان بتريسستيت وبتانتيوبيت، عايز اعرف التيوب دي ريكبت ولا ما ريكبتش. لو في كربون دايوكسيد خارج يبقى التيوب ريكبت، يبقى حلو كويس قوي. بس دي كوانتيتيف ولا كواليتيتيف؟ كواليتيتيف. يا عم ده لونها، ده الدنيا ضلمه، ده انا شايفها صفراء، لا دي لسه بنفسجي، فمش بنحب قوي. لكن انا بقول لك من باب يعني لو سمعت عن كلمه كالوروميتريك تبقى عارف ان في ايه، بيشتغل بالصبغه ومش بيشتغل بالارقام. خش بقى على الكلام المهم. الفائدة الكبرى للكابنوجرافي هو انه يقدر يسجل لك اللي ما بتعرفش تسجله. مش انت عمال قرفنا من الصبح بالفيديو مسماش والفنتليشن بالفيوجن؟ اهو ده الوحيد اللي بيقدر يحط ايده عليه. ازاي؟ قال لك العيان ده سنسور. هو طبعا مش لازم الكابنوجرافي يبقى راكب في اندوتراكيال تيوب، ده ممكن يتركب في نيزل، ده بروب بيتحط او في البريزنج ماسك بيتحط في قدام الاكسبيريشن، هيديتكتيف فلو بتاع كربون دايوكسيد وهو خارج. حلو. هتديتكت الفلو بتاع الكربون دايوكسيد وهو خارج بتيوب او بنيزل او بماسك، ده اسمه فنتليشن. طيب كويس. العيان متوصل على فنتليتور، خرج كربون دايوكسيد، رحنا قسناه. الكربون دايوكسيد اللي انت قسته اند تايدر طالع 36، وفي البلاد جازس طالع 40. يبقى الاند تايدل من الارتيريا الفرق كام؟ اهو ده النورمال رينج. تقول لي النورمال رينج بتاع الاند تايدل سي او 2 من 35 ل 45. طب والنورمال رينج بتاع البي اي سي او 2 من 35 ل 45؟ خلاص صح كده، جميل. يعني في فرق ما بينهم، قد يوجد فرق ما بينهم بمقدار 3 ل 5 في الرقم. حلو؟ كويس قوي. الفنتليشن ده هواء بيخش الالفيولاي، والبرفيوجن ده بلط بيريتش الالفيولاي. انت بتقيس مين؟ والله انا بقيس الفنتليشن. لا مش الفنتليشن بس، ده انت بتقيس الفنتليشن وبتقيس البرفيوجن، لان البرفيوجن ده ناتج الكربون دايوكسيد اللي خارج من الدم اللي راح لللنج. بس لحد دلوقتي كده جميل. الطريقه بتاعه القياس بتاعته بالانفراريد سبكتروسكوبي وميجر الابزوربشن بتاع الويف لينس بتاع مش عارف مين. المهم ان في النهايه اللي هيبقى عندي الدي ده اسمه اند تايدل سي او 2. شكرا. بتعمله ليه؟ بعمله كل العيانين اللي بركب لهم تيوب عشان اكونفيرم ان التيوب فين؟ ان اتس بليس. يعني ما بتعملش تشيست اكس ري تو كونفيرم، لا، اللي بيكونفيرم ان التيوب في التراكيه الكابنوجرافي. لكن الاكس راي بتديتكت اتس بوزيشن، مفيش رايت من ستيم برونكس، مش راكبه مش عارف مش فوق قوي مش تحت قوي على الكارينه، يبقى هي بتديتكت البوزيشن الاكس راي، لكن مش بتكونفيرم ان هي موجوده في الاسره. كويس. الحته الثانيه بقى اسمها ايه؟ مودريت تو ديب سيديشن. ماله ده بالسيديشن؟ هقول هاي ريسك بيشنت اون بي سي اي. اول مره اسمع عنها البي سي اي دي. بيشنت كنترول انالجيزيا، بتوع التخدير هتلاقيهم مبسوطين منها دي. كل العيانين يا جماعه، واحكي لكم قصه، واحده ماتت بسبب ان هي كانت جايه بتاخد اوبيويدز لان كان عندها سيفير بين، ودخلت في فيلير ودايت من غير ما يعرفوا، لان ما كانتش متوصله على كابنودروف اللي هو هيديتكت الهايبو فنتليشن. اسمها بيشنت كنترول ده انالجيزيا. ترانسبورتنج انتيوبيتد بيشنت، عشان هو بيتحرك ممكن التيوب تتشد من التراكيه ولا حاجه، فديتكت الكلام دوت ايرلي. وياما عيانين راحوا مننا بسبب الحكايه ديت. ايدنتيفيكيشن اوف سيبتيك بيشنت. سيبتيك فيشن؟ وهقول لك ازاي. بس بليك جريز تيست وهنحكي مع بعض بسرعه. في شويه كلام حلوين قوي على الكابنوجرافي هنقولهم مع بعض، وفي الكاردياك ارست طبعا، عشان لو في ريستوريشن اوف سيستميك سيركيوليشن اسمها روسك. اول مره تسمعوها طبعا، روسك. ريستوريشن اوف سيستميك سيركيوليشن ده يقول لك الكابنوجرافي يقول لك العيان ده هيبتدي يرد، وكمل معاه وما توقفش ودونت جيف اب، وهيرد معاه. حلو قوي. الان تايدل سي او 2 والاكسجين ساتوريشن ار بوث امبورتنت بات ديفرنت ميجرمنت. كويس. واحد هيرفلكت الاكسجينيشن، واحد هيرفلكت الفنتليشن. كويس جدا. لكن مين اللي هيديتكت ايرلي؟ الكابنوجرافي. كويس قوي. يبقى دي اول معلومه. cases of respiratory depression 28 مره are likely to be detected if they were monitored by capnography as those who were not monitored.
ان تايدل كاربون دايوكسيد مونيتورنج از امبورتنت ان اديشن تو بالس اوكسيمتري ان ديتكشن اوف ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. حلو قوي. خد بالك بقى بتوع التخدير او بتوع الانالجيزيا هينيم عيان ويحط له اوبيويدز لازم يوصله على كابوت دي ريكومنديشن. بي سي اي بيشنت كنترول ذا انالجيزيا بام ناو هاف كابنوجرافي. والكلام دوت من 2010. ليه بقى سنس 2010 ليه الكلام دوت؟ قال لك العينين اللي هياخدوا انالجيزيا زي الفانتانيل والمورفين والمبريدين والسيديشن زي الدازيباب والدورازيباب والميدازولام لازم تديتكت الان تايدر سي او 2 عشان هو ده الايرلي ديتكتور اوف هايفو فنتيليشن. وحكى لنا بقى القصه بتاعت كام واحده ماتوا في سن الصفر، من ضمنهم البنت دي اسمها اماندا كان عندها 18 سنه جايب سيفير ثروت انفكشن ادميتد في الهوسبيتال عشان سيفير ثروت انفكشن كان في عندها سيفير بين خدت انالجيزكس ما استجابتش راحوا معلقين لها ايه؟ اوبيويدز مورفين يعني. تاني يوم يوم السبت بعد الجمعه العيانه ديت واز فاوند ان ريسبونسيف اند ريسستيشن ايفورت وير انسكسسفول فطلعوا بالريكومنديشن دي اللي هي لازم تعلق للعيانه ديت كابنوجراف. طيب مين تاني العيانين اللي هم على الكحول ممكن يحصل لهم ريسبيرتوري سنتر ديبريشن او اللي بياخدوا سيداتيفز كابنوجرافي بروفايد ان ايرلي انديكيتور اوف امبيندنج ريسبيرتوري فيل. يبقى دي اول معلومه. تاني حاجه الميتابوليك ايمرجنسيز ما احنا اتفقنا ان هو بيرفلكت الميتابوليزم وبيرفلكت الايه البرفيوجن يبقى اي حاجه تافكت البرفيوجن او الميتابوليزم ات شود بي مونيتور كويس قوي. مع الاندوتراكيال تيوب بستخدمه مع الباج فالف ماسك مع النيزل كانيولا بيديتكت السايت وبيديتكت الفانكشن كويس. تعالى بقى قول لي هو الكابنوجرافي ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ثلاث مراحل او اربع مراحل، مرحله من الاي للبي ومرحله من البي للسي ومن السي للدي ومن الدي للاي. من الاي للبي ده الديد سبيس اللي هو ما بين الحته اللي هي موجوده 150 سم اللي هم مش بيحصل لهم جايز اكسشينج اللي هم دايما ما بيكونش فيهم كربون دايوكسيد خالص وعشان كده بيبقى في الزيرو ليفل. وبعد كده يبتدي يجيب لك اللي ايه اللي في اللنج اللي هو بتاع البرفيوجن وبعد كده اكسبيريشن يبتدي فالعيان تلاقي الدنيا كلها نسبه البيس دايت. بص كده اهو ده كده اهو يمشي كده اهو وينزل هنا اهو كل ده اسمه اكسبيريشن والانسبيريشن بيبتدي من هنا اهو. طيب هناخدها بالتفصيل كده مع بعض يا جماعه اهي كل ده اسمه ايه اكسبيريشن وفي الحته دي هي قمه زيادة ثاني اكسيد الكربون. ومحدش قال لي ليه هو بيبقى طالع كده السنه. قال لك لان اخر حته بتفضي في اللنج هي البيزل رانج ريجنز وهي دي اكتر حته بتكون ريتش في الكربون دايوكسيد. زي ما بقول لك كده الخيل لما بتبتدي تقرب من نهايه السباق بتسرع. فيرست ان لاست اوت. فيرست ان الابر لانزود لاست اوت ابر لانزود بس ان لاست اوت. بص يا دكتور هقول لك يا لا اهي احنا بنقول دلوقتي كلمه كابنو يعني سموك هتيجي دلوقتي واحنا قلنا ليه بنعمل الكابنوجرافي عشان الميتابوليزم جميل الفنتيليشن والبرفيوجن جميل. وادي هنا بقى الاستيجز بتاعتي احنا اتفقنا من الاي للبي ده الاكزاليشن بتاع الايه الديد سبيس ومن البي للسي ده بتاع مين البرفيوجن ومن السي للدي عمال بيكمل ويفضي الالفيولار يونت ومن الدي للايه ده الانسبيريشن الان ويبتدي الانسبيريشن واللنج توصل لحجمها الطبيعي. السؤال ده المنظر بتاعي العادي اهو يمشي كده ويطلع سنه بسيطه كده اهو والطبيعي من 35 ل 45 جميل. ات اكسبيريشن بروجريس البيزال لانج يونتس امتي لاست ذيس كونتينز ا هاير كربون دايوكسيد ليفل يبقى الفي كيو الفي كيو بتاعتي هتبقى قليله. طالما انا قدرت اقول ان البيزل هي اكتر واحده بتحتوي على كربون دايوكسيد عالي هيبقى الاسلوب بتاعي عامل كده. لا بس هو الفيرست ان بيخش فوق لان اللي فوق بالليل وبعدين بعد كده اخر جزء خالص هو يطلع الهواء هو لاست اوت بس ده الاولاني ده التفسير الوحيد للكيرف مش منتين المنتنس او الزياده منتنس دي زياده الزياده بتاعته اللي شغاله دي لان الجزء اول ما بتخش خالص في الاول بيبقى فيه سام سورت اوف كربون دايوكسيد لان الفيرست ان اللي داخل في اللنج فاهمني بيبقى انت داخل اكسجين وداخل معاك كربون دايوكسيد بس ده عكس اللي مكتوب. لا هو ده فيرست ان لاست اوت ما هو ده فيرست ان لاست اوت ما هو انت اللي قلتها خلاص سي او 2 برودكشن كونتينيو ثرو اوت اكسبيريشن ريزلتنج ان هاير كربون دايوكسيد ات ذا اند اوف ذا بريس ماشي كده ما اختلفناش بس انا في الحقيقه كان شكلها مريب شويه ولما لقيت الاكسبلانيشن ده نفسيا انا استريحت. طيب
اوكي، يبقى انت اول حاجه قلت لي في الانتيوبيشن، وقلت لي في الديتكشن بتاع الريسبيرتوري سنتر ديبريشن. في حاجه ثانيه ممكن تزود لي او تخلي لي الان تايدل سي او 2 دوت تقل، يبقى ماشي كده على مهله هايبو فنتليتد. ان انت تعمل بارشال ايروبيك اوبستراكشن، او ان العيان يكون في عنده سادن انكريس في التمبريتشر او في البلاد بريشر او الهايبر ميتابوليك ستيت، صح؟ هيبقى في اكسبوننشال انكريس في الان تايدل سي او 2. ادي الهايبو فنتليشن اهو يا جماعه. هنا خد بالك بقى، ده 42 بقى 46 بقى 48، يعني في اكسبوننشال انكريز، يبقى اللي عنده بيبقى هايبو فنتليتد وعلى مراحل اعلى مراحل. يبقى انت من شكل السلايد او من شكل الترند، كلمه ترند يعني هيبقى مسجله لي الفتره، اقدر اديتكت بيه على طول. ثاني حاجه وخطيره قوي اسمها ايه؟ شارب فين ساين. شارب فين ساين الزعنفه بتاعت ايه؟ سمكه القرش. ساعه ما تلاقي الكيرف بتاعك بعمل كده كده كده، يبقى ده اير واي اوبستراكشن. خلص الكلام. شارك فين يعني اير واي اوبستراكشن اسمها او سي او بي دي، او بقيه الحاجات اللي هي ايه، كاف ليك او كينك في الاندوتراكيال تيوب او بارشال اير واي اوبستراكشن. اهو وادي المنظر النورمال وادي الاب نورمال، ده بتاع البرونكوسبازم وده بتاع النور، واوري حضرتك صوره بعد كده تبقى جميل. بتاع الانفيزيما بقى يا دكتور مصطفى واخد العكس تماما، عشان الالفيولاي فيه مش عارفه تقضي ات ذا اند اوف اكسبيريشن، فيبقى نازل لتحت شويه. كويس. ده لما تشوف المنظر ده ما بيوصلش للبيس لاين، يبقى العام بيتنفس كربون دايوكسيد، بياخد في النفس كربون دايوكسيد، يبقى ده اسمه ايه؟ ري بريذنج. كويس. بص بقى السلايد ده جميل قوي، ده بيقول لك ازاي الكارديك اوتبوت هو شغال مسؤول عن الكربون دايوكسيد، عند كام لتر؟ عند 5 بيدي 36. كويس. مش كان انيميتد دلوقتي؟ عند 2 بيدي 20، عند 3 بيدي 28، عند 4 بيدي 32، عند 5 بيت 36. عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان كل مكان الكارديك اوتبوت بيتصلح، كل مكان الكربون دايوكسيد بينتج اكتر، يبقى ده بيديني جود ريفليكشن اباوت ذا هارت. يا سلام، ده انت كده يعني هتطلع الكابنوجرافي بيمنع الكحه ويزود الصحه. طيب كويس قوي، خد اللي وراه. يقول لك ديكريزنج الكارديك اوتبوت ويل ديكريز البلمونري بلاد فلو كوزنج ا ديكريز ان الفولار برفيوجن and increase in alveolar dead space. ده اللي بعديها بقى and a higher alveolar dead space will result in tidal CO2 reduction. كويس. يقول لك it is a good monitor of pulmonary blood flow. كلام ها؟ طبعا. طيب خد اللي وراه بقى، لو انت فنتلت عيان كان بيأرست ولقيت الكربون دايوكسيد بتاعك كان كده وانت بتفنتله وبعد كده بدا يطلع، يبقى العيان دوت ايه؟ حسن، يبقى في الرجا وربنا ينفخ في صورته. كويس. عشان كده بقى بنقول ان الان تايدال سي او 2 بيزيد لو الميتابوليزم زاد، او لو الكاردياك اوت بوت زاد، او لو الريسبيراتوري ماسلز اتضربت، والعكس تماما اللي هو ايه؟ ميتابوليزم برفيوجن فنتليشن. سهله. انا الفكره يا جماعه انا عايز اوصل لكم قد ايه هو حاجه بسيطه وقد ايه هو حاجه مهمه. يبقى دي الكوز بتاعت الليفيتد الان تايدل سي او 2، وده الكوز بتاع الديكريز ان تايدل سي او 2. سهل كده. ومن ضمنهم طبعا الاكويبمنت لازم تبقى تتشيك. هنا لو التيوب اتشالت هتلاقي دوت هيوصل للبيس لاين. بص كده، ادي ابنيا او سوفيشنت انتيوبيشن، كربون دايوكسيد كان 35 25 10 0، يبقى عندها بقى داخل في ابنيا، يبقى في حاجه من الاثنين، يا اما اتفصل، يا اما هيخش في الريست، يا اما ديسكونكتد، يا اما بقى اسوفيجيال انتيوبيشن. بص هنا المنظر يقول لك ايه؟ ادي الاكسجين اهو، الكربون دايوكسيد طالع بيديك الايه؟ المونيتور يقرا لك 37. اللي وراها لو راحت التيوب للاسوفيجس ما بقاش يقرا خالص. طب لو كانت هنا كان بيقرا وبعدين اتحركت من مكانها ما بقاش يقرا. كويس. الكابنوجرافي بيقيس الريسبيراتوري ريت زي ما بيوريك الفلو الباترن بتاعه. الريسبيراتوري ريت بتاعي مهم يا جماعه، وبالذات في مين؟ في الاطفال. كويس. ده النورمال، ده الهايبر فنتليشن، ده الهايبو فنتليشن. كويس. تعالى بقى، انت بتقول لي ده مهم قوي في الريسستيشن او في السبتك شوك. في السبتك شوك انت كل مشكلتك في ايه؟ بتقول لي والله انا بركب سي في بي بيطلع 10 او 12 بس العام ضغطه واقع. طب الله، هو انا هبص على السي في بي؟ قال لك خلاص السي في بي ده عارفه عليه الزمان، بس عشان احنا الوحيدين اللي بنركبه احنا بنكسره كتير. لكن دلوقتي it is a bad indicator of hypovolemia او sepsis. امال مين اللي كويس؟ قال لك والله الكابنوجرافي. طيب هتعمل ايه في الكابنوجرافي؟ هتجيب العيان وهو نايم ونشوف له الكربون دايوكسيد،
وبعدين ترفع رجله لمدة دقيقتين أو ثلاث دقايق بزاوية 45 سيميري كامبت بوزيشن، وبعدين باسيف ليج ريزنج تيست الليج اليفيتد من دقيقة لدقيقتين، وري ايفالويت التكنيك بتاعك وتشوف الاستروك فوليوم ميجرز بتاعتك، هتلاقي الكابنوجرافي كان قاري 29 قبل وبعد كده تصلح ل 36، يبقى انا عندي النيد فور ايه؟ فليبس. سهله بس بتاعت قلب اكتر مننا احنا يعني، لكن اديك تستفاد بيه، عندك امكانيات بتاع جهاز استفاد بيه وفهم منه كل حاجه. خلاص كده؟ عشان كده يا جماعه بنقول لو لقينا تعداد سي او 2 انكريز البريدكتد ريسبونس بتاعي للفليبس هيبقى كويس قوي. طيب وهنا بيوريك المنظر بعد ما العيان اخذ الفليبس، الكربون دايوكسيد بتاعنا اتصلح وبقت الدنيا تمام. خد بالك بقى كام اكزامبل في السريع كده، طق طق طق. الكربون دايوكسيد بتاعي في عيان عنده هيموريتش اخباره ايه؟ ها؟ صح كده؟ كويس. في عيان عنده امبوليا عشان هو انيميتد ولا لا؟ كويس. هو هنا المفروض السكه مقفوله، كان بيطلع 5 لتر دلوقتي بقى يطلع 2، يبقى مفيش ميتابوليزم، يبقى الكربون دايوكسيد، يبقى الجاب ما بين الان تايدل والبي او 2 زادت. سهله ولا ايوه بسيط. طيب خد اللي وراه الاير امبوليزم نفس القصه. ايه يا فندم؟ السي او 2 بيعلى. السي او 2 بيعلى في الارتيريال بلاد صح؟ في البالوني امبوليزم. لا لا هو بيسال بيقول لو لقى السي او 2 عالي فعلا عنده بالوني امبوليزم، مش ده سؤالك؟ مظبوط. ايه التفسير يعني؟ لا انا اقصد ان طلبت ان ممكن يجي هيبوكسيك بس ممكن يجيب هيبوكسيك هايبر كابتر. كل العيانين لحظه حبيبي اسمعني كاركترستيكال سبيكينج بالمونري امبوليزم هايبوكسيا هايبو كاب بالظبط كده خلاص. لكن كل العيانين الهايبوكسيك هايبو كاب دول لايبل بعد كده نخش الكليه فيمر بمرحله هايبوكسيا هايبو كاب هايبوكسيا نورمو كاب هايبوكسيا هايبر كاب. لكن الكلاسيك ان العيان بينهج بينهج مش عارف يحسن الاكسجينيشن عشان ايه؟ عشان الانفاركشن الديد سبيس اللي موجود انكريز ديد سبيس. الديفيوزيبيليتي بتاعت الكربون دايوكسيد 20 مره قد الاكسجين فهو هيوش اوت كربون دايوكسيد لكن كان نوت كوريكت الهايبوكسيميا بتاعته لكن ليتر اون هيفيل. ممكن هذا هو اساسا لان هو سي بيجيب لها كربون انجليزم وبالتالي يعني سي او 2 عيني بيفلير دي الجنيفا بتاعتك انت دي بقى. طيب تو سيف تايم عشان الوقت دكتور مصطفى هيكلمنا على ديت انا مش هجيب سيرتها لكن بيقول لك ان انت بتستخدم الكابنوجرافي ان تايتريشن اوف بي مش هتكلم عليها دي محاضره كامله بقى دكتور مصطفى هيكلمنا عليها. هنيجي بقى لوقت الاسئله. لو لقيت سلانتنج اوف اب ستروك بهذه الصوره ده بتاع الاير واي اوبستراكشن خلاص اتفقنا عليه. اوكي دي بقى حلوه قوي. لو عيان على فنتليتور ولقيته بينطش كده ده معناه ان العيان ايه؟ بيتريجر بس مش هنا وبس ده ممكن هنا وممكن هنا وممكن تحت وممكن لما يوصل للبيز لاين لان ديت مع بتوع التخدير اسمها كيوراريك ليفت. تقول لك على طول الحق ده العيان بدا يفوق انت اندر دوزنج لازم تعمل شغل بقى يعني عمالين نسيب الشغلانه بتاعتنا ونشتغل تخدير. طيب وديت يقول لك ده كاردياك اوسيليشن تك 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 عماله تشرشر كده اللي احنا بنسميها في البنتريتور سكريشن شبهها يعني خلاص اوكي. وديت ديفرنت هيتروجينيستي تقول لي ما هي شبه الكريفت. لا دي مش شبه الكريفت دي في اي حته معناها ان الالفيولاي هيتروجينوس شويه فضوا شويه لسه وشويه فضوا شويه لسه. يعني اللي انا عايز اقوله كل ما تبقى اوير بالجراف كل ما هتلاقي الدنيا. الانسان هستعير الكلمه ديت من دكتور مصطفى عدو ما يجهل. طول ما انت مش عارف طول ما انت هتفضل مش عارف وانس الباب بيتفتح فبتبتدي الاويرنس تعلى فتلاقي الخبره عماله بتيجي على طول.
بسرعه بقى. انا خلاص انا عارف ان انا خدت وقت كتير، لكن معلش سامحوني، كان الكابنوجرافي لازم ياخد حقه. ادي الويف فورم بتاعت الترند اهيت، ده عنده بيهايبو فنتليت ولا ايه؟ حلو، يبقى ده هو كان 37 بقى 35 بقى 32 بقى 28 صح؟ حاجات كتير بقى. طب ده الشرق فين؟ خلاص خش على الأسئلة بقى. ده ايه؟ او ايه؟ او ايه؟ حلو كويس قوي. خش على اللي وراه ده هايبوفنتليشن، لان الترند فيه انكريز صح اهو. انكريز في الاند تقدر تشوف هايبوفنتليشن. خلاص طب ده ده هو كده كان عالي وقل قل قل وصل للبيس لاين، يبقى ده خلاص ما بقاش العين مات ابني او ارستد او تيوب بره او ديسكونكتد اهو صح اهو. خلاص طب وده الله ينور عليك، ده كلام جميل قوي، ده حاجه جميله ما شاء الله. كويس ري فريزنج ما بيوصلش للبيس لاين او اي حاجه في الفن ماشي. طب ده دي بقى جديده شويه اللي هي ايه؟ الان اديف وتسيل اراوند الاندوتراكيال تيوب. ده شكلها يا جماعه، يعني شوف التابنوجرافي هو سكوير كده بهذه الصوره وبيعلى بالتدريج وبعدين ينزل فجاه. لا، لما تلاقيه ماشي بهذه الصوره كده يبقى الاندوتراكيال تيوب كف مش دقيقه في انها تقفل وتخلي الكربون دايوكسيد يتقاس بس من التيوب ماشي. ما بقى خلص. نعم يا فندم. نعم يا فندم. ده عندي ليك. يعني كده ده عندي يعني حلقيها على برافس ماشي صح؟ وده بقى. كويس كده؟ سكة يا فندم. صباح الفل. صباح الفل. ما جيتيش بدري يا فندم. ما جيتيش بدري يكون عندنا هاتس اون. معلش. ده الراي ستايل. خلاص وده الاوبستراكشن. ودوت ايه؟ كرافت. دكتور تفتكر اللي بيتكلموا؟ خلاص يبقى دوت الكيوراري ايه؟ كليف. وده ريسستيشن. خش على البلاد جاز بقى، انا عايز 5 دقايق بالظبط بعد اذنك. البلاد جاز يا جماعه زي ما اتفقنا هي المايسترو، هي الكينج. انا بقيس بيها الكلام دوت. النورمال فاليو اكيد انتوا حضراتكم عارفينه، ولكن انا يهمني بس استريس على ان الاتش بيديتكت الاكسجينيشن ستيتس. يعني مفيش حاجه اسمها نورمال من 80 ل 100، النورمال 100 ناقص ثلث الاتش. 100 ناقص ثلث الاتش، فلو العيان سنه 90 سنه يبقى 100 ناقص ثلث ال 90 كام؟ 70. لو عيان عنده 20 سنه 21 سنه يبقى 100 ناقص ثلث ال 21 7 يبقى 93 ايه يبقى 3 يبقى 93 البي البي او 2 يبقى السن بيفرق في الايه في العيان. طيب ده لوست اكسبتد ايه بقى روما ديت ولا روما؟ ها؟ اللي حرق لا لا روما تاريخ ايطاليا عاصمة ايطاليا. انا عارف ايه يعني في القصه عندنا هنا تاريخ respiratory opposite metabolic equal. respiratory opposite metabolic equal. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك بقى ساعه ما تبص على بلاد جازس تبص على البي اتش والكربون دايوكسيد. بي اتش والكربون دايوكسيد الاثنين ايكوال في السن بقى يبقى ايه؟ ميتابوليك. الاثنين عكس بعض يبقى respiratory. ماشي شيلها معاك في الحسبان بس. يبقى اول حاجه هي اسيدوتيك ولا الكالوتيك، بعد كده هي ريسبيراتوري ولا ميتابوليك. لو ريسبيراتوري ولا ميتابوليك ماشيين مع بعض ولا عكس بعض، هل هي كومبنسيتد ولا نوت كومبنسيتد عن طريق الفايبر. انا بس يا جماعه هستعين منكم دقيقتين. البلاط جاهز دي هو ده كده بيتمسح. طيب ممكن نولع النور بس بصوا يا جماعه، انا ساعه ما عيني بتوع على بلاط جازس وانا فضلت ما اعملهاش باور بوينت وفضلت اكتبها بخط ايدي عشان تمشيها معايا سيستماتيك، ولو سمحت هستاذنك اكتبها معايا. انا اول حاجه بتوع عليها ايدي البي اتش والكربون دايوكسيد، واروح سائل نفسي سؤال، هما ماشيين مع بعض ولا ماشيين عكس بعض؟ ولا البي اتش حلوه وجميله؟ لو ماشيين ان اوبوزيت دايركشن ولو ماشيين في السيم
دايركشن. احنا قلنا كلمه روما السيم دايركشن تبقى ايه؟ ميتابوليك. ميتابوليك تبص على البي اتش لوحدها عاليه تبقى ايه؟ وواطيه تبقى خلاص سهله دي ما فيهاش مشكله. ماشيين عكس بعض البي اتش والكربون دايوكسيد تبقى دي ايه؟ ريسبيراتوري. تبص على البي اتش لوحدها عاليه واطيه كل ده ما فيش فيه مشكله خالص كلنا بنعرف نعمله. السؤال بقى لما تلاقي البي اتش نورمال تبص على مين؟ تبص على الكربون دايوكسيد. البي اتش نورمال والكربون دايوكسيد هياخد حاجه من ثلاثه، يا نورمال يا عالي يا واطي. لو البي اتش نورمال والكربون دايوكسيد نورمال يبقى البلوت جازز دي از بروفايدد ان الاكسجين از نورمال. بروفايدد ان الاكسجين